بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وقت الساعة قال ربنا تباركت أسماؤه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كله يدل على أن الساعة غيب عظيم أخفاه الله جل وعلا. قال ربنا للكليم موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ولم يقل جل وعلا أخفيتها، والمعنى بقوله تبارك وتعالى أكاد أخفيها كاد عند النحاة من أفعال المقاربة، والمعنى أنني أظهرت علاماتها أبنت أماراتها لكن وقتها لا يعلمه إلا الله، وهي لا تكون إلا يوم جمعة. قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. والمقصود من هذا قول الله جل وعلا فقد جاء أشراطها أي علاماتها. كل الأنبياء كانوا يحذرون أممهم من الساعة ويخبرونهم باليوم الآخر وما يكون فيه، والله تبارك وتعالى إنما بعث الأنبياء والرسل ليبلغوا عنه الرسالات ويقيموا الحجة للعباد ويوضحوا المحجة لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. وبعثته صلى الله عليه وسلم في نفسها هي علامة وأمارة من علامات قرب الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين صلوات الله وسلامه عليه يقول. فهو عليه الصلاة والسلام مجرد مبعثه، مجرد العلم بأنه آخر الأنبياء، دليل على أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث على دنو من الساعة وقرب. والله يقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. من هذا يفهم أيها المباركون أن الساعة غيب عظيم أخفاها الله جل وعلا عن كل أحد، حتى عن الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين.